بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة. نأتيكم في برنامجكم مدفع الإفطار طيلة شهر رمضان المبارك يوميا قبل موعد أذان وقبل موعد انطلاق المدفع. مشاهدين الكرام، اليوم راح نتكلم عن بداية العشر الأواخر، فهي أيام مباركة وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصى به أهله، فلا بد أن نقوم هذه العشر بالقيام والاستغفار والذكر، فهي أيام مباركة وفيها ليلة القدر هي خير من ألف شهر يا أخواني المشاهدين، فلا بد أن نستغل هذه الفرصة بالصلوات وعمل الخير ويعني ونستغفر ربنا في هذا الأمر وهذه في هذه الأيام. عفوا المشاهدين الكرام، فلا بد من الاستغفار طيلة هذه الأيام العشر وفيها ليلة خير من ألف شهر، فالفرصة هنا ما زالت مستمرة في عشر الأواخر، قيام الليل والصلوات فيها وعمل الخير هي فرصة مشاهدين الكرام أن نمحو فيها سيئاتنا ونقترب إلى الله تعالى. اليوم نحن موجودين وراح ناخذ جولة مع الأخوان اللي موجودين معانا ويوميا اللي يكونوا موجودين معانا. أولا تعالي نتعرف عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. من وين؟ من سوريا. اليوم نحن تكلمنا عن بداية العشر الأواخر وهي فرصة أن نحن نتقرب فيها إلى الله تعالى. تقدمي شوية وشو توجهين رسالة للناس واللي يستمعون إلينا. رمضان كريم على الجميع وكل عام أنتم بخير. الله عليك، نحن قرب العيد ونقول كل عام وأنتم بخير. أنا بسأل سؤال اللي هو مقدم من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، اذكري لي ألوان العلم الإماراتي. أبيض، أخضر، أسود، أحمر. صح، إجابة صحيحة وتستلمين جائزتك من عند الشرطي اللي موجود هناك. تفضلي. نتعرف عليك. اسمي محمد عدنان. تعال، من وين يا محمد عدنان؟ من سوريا. كيف حالك يا محمد عدنان؟ الحمد لله تمام. محمد عدنان، نحن تكلمنا عن العشر الأواخر وهي أيام مباركة وأيام فضيلة، نصيحة توجهها للناس في هذه الأيام أنهم يقومون يصلون التراويح وقيام الليل، رسالة توجهها لهم. أنه لازم نستغل هذه آخر عشر أيام في شهر رمضان بالطاعات والصلوات وأنه نتقرب فيها، لأنه هذه آخر فرصة في رمضان لأنه نتقرب فيها الله تعالى عز وجل. صحيح. رسالة توجهها لأصدقائك الناس اللي يتابعونك على تلفزيون الفجيرة، أنا شو حاب توجه لهم؟ أنه نبادر في ختم القرآن إن شاء الله في هذا الشهر ونصلي وما نتأخر عن الصلاة بإذن الله. بإذن الله تعالى. وهذه جائزة مقدمة من مروان عباس للسيارات، تفضل. شكرا على مشاركتك. تعال. لا لو سمحتوا معنا هذا الشخص اللي لابس قميص نادي الفجيرة واليوم مباراة، رجعوا ورا الخط الأحمر. تعال أخوي، عفوا، شو اسمك؟ محمود. محمود، أنت تشجع الفجيرة؟ نعم. اليوم مباراة الفجيرة وإن شاء الله تعالى نفرح ببقاء الفجيرة في صفاف دوري المحترفين، وهذه أمنية. تقدم يا محمود. شو اليوم متحمس لمباراة الفجيرة هي ولا لا؟ متحمس. رسالة توجهها لناسك وأصدقائك اللي يتابعونها على شاشة قناة الفجيرة. أتمنى أنكم تبادوا في فعل الخير في رمضان، أو إن شاء الله حتى تبغوا بعشر درهم لإفطار صائم أو دعاء مسكين أو شيء كده. وهذه جائزة مقدمة من مركز هانوفر الطبي، وموفق خير إن شاء الله. تعال شوية، أنا اللي بختاركم، أنتوا لازم ترجعون وراء الخط الأحمر علشان أنا أقدر نتعرف عليك. عبد الرزاق من سوريا. عبد الرزاق، تعال. اليوم نحن بدينا العشر الأواخر، كلمة ورسالة توجهها للناس في العشر الأواخر كيف ممكن يشتغلون هذه الأيام؟ إنه يزيدوا من الصلوات وقراءة القرآن والدعاء. أنا بسألك سؤال، والسؤال هو مقدم من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أين يقع سد الفيصل؟ سد الفيصل في خيارات. هي. كلبة، الفجيرة، خورفكان. كلبة؟ لا، خورفكان. صحيح، سد الفيصل معلم سياحي يقع في خورفكان، وتستلم جائزتك من عند الشرطي اللي موجود هناك. أجل، ارجعوا ورا الخط الأحمر علشان أسألكم. ارجعوا ورا الخط الأحمر علشان نتعرف عليك. سارة. من وين يا سارة؟ سوريا. زين يا سارة، شو توجهين رسالة لأصدقائك اللي قاعد يشوفونا الحين على قناة الفجيرة ومدفع الإفطار؟ ما بعرف.
كيف ما تعرفين؟ لازم توجهين لهم رسالة تحية، هم قاعد يشوفونك الحين. خلاص يا سارة أنت مستحية، وهذه جائزة من حديقة دولفيل دبي لثلاث أشخاص، تفضلي تستاهلين وتروحين تستمتعين هناك أنت ومع أصدقائك. تعالي أنت دوما نحن أنت تزورينا ونحن نشوفك، نتعرف عليك. أنا لازم ألف، تعالي تقدمي على أساس نطلع في الكاميرا أنا وياك. تعالي، شو اسمك؟ روان. من وين يا روان؟ من السودان. من السودان. روان، شو توجهين رسالة لأصدقائك وللناس اللي قاعد يشوفونك الحين على قناة الفجيرة؟ السلام عليكم، الله يتقبل صيامكم وقيامكم، بالذات بالعشر الأواخر لأنهم أكثر الأيام المباركة في شهر رمضان. عندك أصدقائك ولا أهلك في السودان قاعد يشوفونا؟ شو توجهين لهم رسالة هناك هم قاعد يشوفونا؟ أحبكم. لا، نتمنى لهم الأمن والسلام والاستقرار إن شاء الله، وهذه جائزة من مركز هانوفر الطبي. شكرا لك. أنا اللي راح أختار، نتعرف عليك. جوري. كيف حالك يا جوري؟ خير. من وين يا جوري؟ مربح. من مربح. يا جوري أنت صف كم؟ صف ثاني. زين جوري، أنت اليوم صايمة ولا نص صايمة؟ صايمة. أكيد؟ ولا نص؟ صايمة. نص؟ مو بنص صايمة؟ أكيد؟ أكيد أكيد. زين يا جوري، شو تسوين أنت في رمضان؟ أصلي، أقرأ قرآن، أصوم، أدعو. إذن جوري، شو حابة تقولين لأربيعاتك ولأهلك اللي قاعد يشوفونك؟ رمضان كريم. بعد شوفوا برنامج مدفع الإفطار. شوفوا برنامج مدفع الإفطار. وهذه جائزة من مركز هانوفر الطبي، وشكرا على مشاركتك. لازم ترجعون وراء خط الأحمر لأن الخط الأحمر بيطيح. أنا ما أقدر أختار أحد، وأنتوا كلكم متقدمين، أنتوا كلكم متقدمين برا على الخط الأحمر. ارجعوا وراء الخط الأحمر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. اللهم احفظ لنا أمهاتنا وآبانا يا رب العالمين. اللهم أرحم من رحلوا منهم. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان له حاجة أو أمنية وفيها خير له ولدينه فيسره يا رب العالمين، ولا تحرمه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. تقبل الله صيامكم وفطورا شهيا بإذن الله تعالى. حرس المدفع جاهز ثابت. حرس المدفع جاهز الى راس الاطلاق. سيف استلم سيف. حرس المدفع الى المهام محتجز. مدفع الإفطار جاهز. مدفع الإفطار أليس.